أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. ولدنا تحت جناحنا الأولياء عندهم تساؤلات كثيرة كثيرة على مسائل اللي تهم تربية ولادهم بالطريقة السليمة. اليوم عندنا موضوع مهم هو الطفل والانترنت، على بالي باللي كاع الأولياء راهم يستناو في هذا الموضوع لأنه ولادهم بلاك لي ريزو سوسيو وكامل التواصل الاجتماعي وكامل الشغل كلا لهم كاع وقتهم وبالمرات حتى يأثر على الدراسة نتاعهم. اليوم رانا مع أخصائيين هنا باش نتكلموا على هذا الموضوع هذا ونحاولوا نعطيكم النصائح اللي يفيدوكم إن شاء الله باش تربي ولادكم اللي هم ولادنا وراهم تحت جناحنا. إذن يرافقني السيد لابري نور الدين، تفضل تفضل. 39 سنة في سلك التعليم. تفضل تفضل أستاذ، مرحبا بك. شكرا بك. تفضل. شكرا لك. شرفتنا. بارك الله فيك. شرفتنا. الدكتورة السيدة محرس خان عبلة مختصة في علم النفس. شرفتينا أستاذة، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. معنا كذلك تجربة حية سيد عماد، مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك. تفضل تفضل. مرحبا بك مرحبا بك عماد، مرحبا بك. وفي كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة. اليوم معنا ريان. ريان تفضلي تفضلي. واش راكي بنتي لاباس؟ السلام عليكم. واش راكك؟ واش راكي لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. واش مسنة درسي ريان؟ سنة ثالثة متوسط. سنة ثالثة متوسط. متفوقة شوية؟ متوسطة. نعم متوسطة. ولكن الواجبات تاعك تقومي بهم ولا حتى يقولوا لك؟ لا لا، نديرهم وحدي. نديرهم وحدك؟ ايه. برافو برافو. وفي الويكاند وقتاش تقراي؟ الجمعة والسبت؟ بالجمعة عشية. تقراي شوية؟ نريح شوية. ايه والسبت عنك شوية. تقراي الجمعة والسبت. برافو برافو بنتي. اذا ريان احنا وجدنا لك هذا البيرو، واش عندك اليوم؟ واش حدير الرياضيات ولا فيزياء ولا واش؟ نحب مات انايا. تحبي لي مات؟ رياضيات. خلاص اذا حلي المساله تاعك تاع الرياضيات. تفضلي بنتي. مرحبا بك مرحبا بك. وانتم ثاني يا اطفال ما عليكم الا توجهوا المكاتب تاعكم باش تديروا الواجبات المدرسيه تاعكم باش تنجحوا. شكرا شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم. شرفتونا شرفتونا. موضوع اليوم موضوع ما نقولش عليه شائك ولكن موضوع حساس حساس لاننا كامل رانا نعيشوه. بالمرات احنا كبار نكونوا هكذا قاعدين في وليمه ولا بكري كنا نتكلموا ونهضروا كامل، ودركا تشوف كاع الناس هكذا اللي في الطابلات اللي في البورتابل اللي في الاخر، وحده في فيسبوك وحده في اليوتيوب وحده في الاخر. يعني شيء صباح أصبح أنا نقول نقصت حتى العلاقات بين الناس نقصت. وحنا اليوم جينا نتكلموا على الطفل علاقته بالإنترنت. علاقة الطفل بالإنترنت أنا نظن باللي الشركات العالمية وكامل مثلا شركة الفيسبوك اللي كانت دايرة سن الطفل حتى 14 سنة باش يكون عنده الحق أنه يدير كونت، دركا رجعت 13 سنة ولكن باش تشوف حتى السن محدد. يعني أنا في حصة مع مو يزيد مثلا عمري ما درت ببليسيتي ولا على الفيسبوك مثلا باش الاطفال يعني يروحوا للفيسبوك باش يشوفوا عمو يزيد. علاش؟ لانه عندي قناعه تامه بلي الطفل كي يكون صغير راهو صغير على الفيسبوك. نشوفه في الجزائر هو المخترع يعني اللي دار الفيسبوك، يقول لك بلي لازم حتى 14 سنه الفوق ودركا رجع 13، ولكن بالمرات تسيبوا عنده 10 سنين 11 سنه وكامل والديه على بالهم بلي عنده كونت فيسبوك يخلوه. يعني هذا شيء يعني الفيسبوك فقط، ولكن كاين اشياء اخرى ماذا بيا اليوم نتكلموا عليها. نتكلموا عليها كاين الجانب المفيد وكاين الجانب اللي يسيء للطفل. ماذا بيا نبدا بك استاذه محرس خان عبله اخصائيه في علم النفس. وش هي هذا؟ ما نقولش افه حاشا، ولكن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. دونك واش هي هذه الظاهرة اللي أنا عايشينها؟ هذه كيفاش راكي تشوفي فيها؟ وكيفاش نقدروا اليوم نتكلموا مع الأولياء اللي راهم متشوقين باش يشوفوا حل لهذا الشيء؟ هل ترى لازم الردع نحيلو؟ اسكو طفيلو الروتور؟ اسكو تكوبيلو الانترنت؟ واش هي الحلول اللي بإمكاننا يعني نعطوا هذه النصائح الأولياء؟ السلام عليكم ورحمة الله.
مرة أخرى، مرة متجددة نلتقي في فضاء أولادنا تحت جناحنا، هذا الفضاء التربوي الثقافي والتوعوي ليفيدنا كامل كأولياء كمختصين، حتى أن نتفاعلوا مع بعض، حتى أن نناقشوا قضايا تهم أطفالنا وتهمنا، بدل أنه تهم أطفالنا تهمنا. إذن اليوم راح نتكلم على الإنترنت، هذا الوسيلة التكنولوجية الاتصالية الحديثة اللي دخلت إلى بيوتنا وغزاتها منذ بداية الألفينات، حيث أنه هناك عدة دراسات كانت من قسم الصحافة وعلى رأسها الدراسات للدراسة اللي قام بها الأستاذ العقاب الدكتور العقاب اللي نحييه من هذا المنبر التربوي. لأنه أطروحة الدكتورة على مستخدمي الإنترنت في الجزائر أنا بالذات خديتها انغيفيرونس، خديتها مرجع في أطروحة الدكتورة تاعي اللي ناقشتها في 2014 حول الإنترنت والمراهقين، يعني هذا موضوع تاعي بامتياز. الله يبارك. حيث أخذت الفئة تاع 12-16 سنة، ودام البحث هذا اللي عملته دام 5 سنوات، شفت فيه مستخدمي الانترنت من هذه الفئة في الجزائر العاصمة وفي ولاية بومرداس، وعملنا مسح في عديد يعني في عدة متغيرات، مست عدة متغيرات منها اتجاهات الأولياء نحو استخدام الأبناء تاعهم لهذا الوسيلة الاتصالية التكنولوجية، كذلك يعني نوعية وطبيعة استخدام المراهق الجزائري لهذا الوسيلة، وكذلك تأثيرها على توافق الطفل أو المراهق. إذن هذه الوسيلة هي كغيرها من الوسائل الاتصالية والتكنولوجية، كما كان التلفزيون، كما السينما، كما المسرح، لكن الشيء اللي يختلف شوية في الانترنت بالنسبة مقارنة بالوسائل الاتصالية الأخرى هو أنه وسيلة تفاعلية ودائمة مستمرة، يعني مفتوحة. إذا نتكلم مثلا على الهاتف الدقائق اللي تستعملها تخلصها، يعني راهي في الدار يعني تكلم بها كلمة زوج أو يعني وقت محدد فقط، لكن وبعدك خلاص. لكن الانترنت هي المواد تاعها متنوعة ودائمة التدفق وكذلك تفاعلية ومجانية، يعني لا هذه باطل، هذه يعني هي ماشي مجانية، سيت ان ابونمون، يعني ولكن الاستعمال تاعها يعني كما قلت تقدر انت إليميتي غير محدود، على قد ما نستعمل نخلص لمام طاريف نفس الشيء في الشهر، يعني حنخلصه ماشي كيما الهاتف نقولوا لابونمون تاع الفيكس راهو 500 دينار او شيء، لكن زياده على فواتير الاستهلاك، لكن هي تستهلكها ولا لا، فبالتالي هي باب مفتوح على العالم كله. ومع الغزو تاع الانترنت للبيوت رجعنا نسمعوا المصطلح الجديد اللي هو العالم قرية صغيرة. وعلاش قرية صغيرة؟ لأنه الاتصال فيها رجع سهل، تقدر تتصل بالإنسان في اليابان، في الولايات المتحدة بكبسة زر. هذا الاستعمال يعني المفيد كما يقولوا الاتصالات وكامل، هو المشكلة على الانترنت. أنا كما نشوفه هنا كشخص عادي، يعني نشوفه من ناحيتين، الناحية الأولى أنه الطفل إذا كان والديه ما يعسوش راح يفاتر أبسوربي، يعني بالمرات ساعات طويلة، بالمرات حتى الساعات طويلة في الليل أثناء العطل وكامل، هذه وحدة، دونك الوقت هذاك اللي ياخذوه كامل. ثانيا المخاطر كما قلنا، قرية، العالم أصبح قرية، يعني كل شيء مفتوح، كاين مخاطر كبيرة في الانترنت، مخاطر على التربية، مخاطر على السلوك، مخاطر يعني هذا الشيء هذا اليوم اللي حبينا احنا. بالمرات الأولياء سي فري كو كاين لو كونترول بارونتال كما يقولوا، تقدر تغلق كلكو سيت، تقدر في الاورديناتور كامل، مي دركا مع لي تيليفون انتيليجون وكامل، مع لي تابلات وكامل، يعني سي بلو ديفيسيل. بي ميم لو كونترول بارونتال هذاك باش ديرو في هذيك لا تابلات ولا، يعني يطلب معرفه، يعني الاولياء الله غالب عليهم، يعني قليل اللي يقدر يدير هذا الكونترول. وكذلك الاطفال الان فاتونا، رجعوا يعرفوا احسن منا كيفاش يخترقوا هذه البرامج، وكذلك كلش. بالنسبه للفيسبوك راك تقول انه كاين العمر تاع 14 والان 13 سنه، هل الطفل حقيقه راح يمد المعلومات الحقيقيه تاعو؟ لا، ما يمدهمش، غير يكتبوا في لادات ديسونس، في عمره 7 سنين ويكتب لادات ديسونس تاعو على انه في عمره 20 سنه. بالضبط. وينكشفوا عاده، ينكشفوا عندما يكتبوا لانيفيرسير يعني تاعو، او تدخل للبروفيل تاعو تلقاه لادات ديسونس. على بالك اش يديروا الدراري هادو؟ يدخل اذا كان يماه وبابا عندهم فيسبوك ولا واش يدير؟ يدخل يكري البروفيل ديالو دات نيسونس، يكتب فيها
ومن بعد يروح ديريكت وما يبلوكي يماه وباباه يبلوكيهم يبلوكيهم باش ما يتلاقاوش به سير يعني باش تشوفي كيفاش يا حبذا لو كان هذاك الذكاء هذاك يعني يديروه في الدراسه ولا في يعني اذكياء اولادنا ولكن يعني انا بالنسبه لي الامر المحطم اكثر يعني معليش درك مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي رغم انه رغم يعني الحيل ويكون استيسيو يكون لكن ينكشف الطفل يعني ماشي من طرف والديه من طرف الاهل من طرف الخال العم الجار يعني راح يكشفوا لكن اللي هو مدمر اكثر يعني على الدراسات اللي درتهم انه الالعاب الالكترونيه بالضبط الالعاب وخاصه اللي تشجع على العنف والقتال ومقبل كنت نتكلم مع الشباب قلت لهم حتى الشخصيات هذوك اللي ما يموتوش يعني اللي زومبي ويقعدوا يخرجوا حتى لي جو المشكل تاع لي جو فيديو انا شفتها هنا في الجزائر الوالدين هذا نداء نديروه للوالدين لازم يراعيوا السن مثلا كاين لعبه هذيك كول اوف ديوتي اللي يلعبوها كامل مكتوبه 18 اي بلس ولكن الدراري اللي نعرفهم 11 12 سنه كاع يلعبوها يعني باش تشوف حتى اللي اخترع هذيك اللعبه كتب فيها 18 اي بلس يعني 18 سنه فما فوق يعني الوالدين انت شفت بلي ولدك يلعب هذه اللعبه وفي الباطا مكتوبه 18 سنه وتخليه يعني ماشي غلبك يعني هذا الشيء مفروغ منه وحتى في الافلام والتلفزيونات كما يشوفوا كاين دائما 12 سنه فما فوق يعني كاين العنف كامل اللي ولادنا ما لازمش يتعرضوا له خاصه في الجو فيديو انا اثار انتباهي كتاب راني نقرا فيه الان للباحث كولدمان الامريكي خرجوا عنده عامين فقط عن التفكير السريع والتفكير البطيء بين فيه انه يعني بعد 10 سنوات او اكثر بالتعاون مع عده جامعات اخرى ماشي فقط الامريكيه جامعات اوروبيه جامعات شرق اوسطيه أكدوا عبر عدة دراسات إحصائية ودراسات للوظائف المعرفية والإدراكية أعطونا الدليل الآن أنه المخ الإنسان أو النظام الفكري الإنساني يعمل بنظامين النظام السريع الحدسي اللي هو يجد الحلول السريعة الحلول الآلية والنظام الاستدلالي اللي يشغل فيه الإنسان كل الوظائف العقلية خاصة الوظائف العليا اللي تكلمنا عليهم عدة مرات اللي منها الذكاء والاستدلال اللي يسحق فيه مجهود أكثر إذن في العملية التعليمية ولا باش الإنسان يتطور ويطور فكره ويطور التكوين العقلي تاعه لازم له يشغل أكثر النظام الثاني النظام الاستدلالي اللي يسحق مجهود واللي يساعد على تكوين الكفاءات العقلية عند الإنسان لكن إذا نشوفوا لي خاصة الألعاب هذه الإلكترونية والألعاب اللي موجودة في الإنترنت هي فقط تحفز أو تساعد يعني النظام الأول فقط النظام الحدسي فبالتالي وش نلقاو الآن نلقاو رانا رايحين لأجيال مستقبلية يعني يا روبو يا ربي ما يكونش يعني صح يخدموا بالنظام الأول فقط روبو النظام الحدسي فوش يدير هو هذاك المراهق ولا هذاك الشاب يشوف المشكل قدامه راهو جاي العدو يقتله مباشرة يروح من يراوغ له من فهي أمور حدسية آلية يتعامل فيها بالإدراك الآلي بدون تفكير بدون بدل استدلال بدل بدون بدل ما تكون عنده تكوين مؤسس فكريا فبالتالي هنا رانا نخدمه في سطحية فكرية وهذا السطحية الفكرية راهي تؤدي إلى أنه كما قلت يكونوا ناس لا ماتيغ غير يستحهم كاع ما يستغلوهاش ما يقدروش يبدعوا ما يقدروش ينتجوا إنتاج فكري صحيح ولي فعال اللي نقدروا نفعلوه حنايا ونستفيدوا منه فبالتالي هما ناس يلقنوا فقط مستهلكين بالدرجة الأولى ويحوسوا غير الحاجة السهلة وهذا الشيء اللي راح يأثر راح يشاركني بعد الأستاذ نوردين يأثر على التحصيل الدراسي فماذا بينا درك غير سهل المواد اللي يكونوا فيهم شوية تعب والله الحاجة اللي سهلة نحلها في سوجي الحاجة اللي ماشي سهلة ما نحلهاش وهنا من راهي جاية الفكرة تاع العتبة كذلك تاع لازم تحدد لي وش نقرأ وش نحفظ ما نقدرش نحفظ كاع البروغرام انايا لازم تحدد لي ويا حبذا تقول لي بلي كيفاش حيطيحوا الاسئله وكان جاوب في بلاستيك كنا احسن يعني معليش اعطيني اسهل حاجه يعني
للأسف الانترنت تساعد على هذا الشيء، لكن لو كان أنا نعرف كيفاش نستغلها، بحيث أني معليش تشغل لي النظام الأول، النظام الحدسي الآلي اللي يحل المشاكل بطريقة سريعة، لأنه ربي سبحانه وتعالى جهزنا بالنظامين، نسحقوا هذا ونسحقوا هذا، لكن لازم يكون إكيليبر، لازم يكون توازن ما بيناتهم. مشي دائما نعول غير على هذا، ومشي دائما مثلا إنسان يقول لك واش تشرب، قهوة ولا لاتاي، ماشي تقعد تخمم انت ساعة باش تقول له نشرب هذه ولا هذه، حسب الرغبة تاعك وحسب الوقت. يعني الاستريوتيب تاع الإنسان يتغير. فما لازم ما نمدش أنايا استعمالات اللي يشجعوا واحد فقط من هذ النظامين، النظامين لازم يكونوا يخدموا، ما نرقدش نظام على حساب نظام. لكن النظام الثاني هذا مثلا نقدر نعمل ألعاب تربوية. بالمناسبة هذا الأستاذ تاع ابني اللي نحييه، أستاذ معمر اللي من أنجب الأساتذة تاع الرياضيات، يعني حبيت أنا وياه نعاونوا ابني أكثر في مادة الرياضيات، فقال له معليش أنت حبيت تلعب، ما نقدرش نقول لك ما تلعبش هذه الألعاب الإلكترونية أو شيء، لكن شوف أي ألعاب اللي يكونوا فيها الرياضيات، اللي يكونوا فيها ما باليش يعني أداءات رياضية أو عمليات رياضية، وهما كذلك لعب. كاين عدة ألعاب، كاين ألعاب بس الذكاء بس ألعاب العلاقات، يعني كيفاش نشكل أن نصيب علاقة ما بين متغير ومتغير آخر، هادو اللي يحفزوا الذكاء ويحفزوا العمليات التعليمية تكون تتطور وتنمو أكثر. إذا نرجعوا إلى معليش عندي الوقت يعني مازال، إذا نرجعوا إلى طبيعة استخدام المراهق الجزائري، أنا نقول لك على النتائج اللي استقيتهم في 2014، يعني راهم نتائج حديثة جديدة. 60% معليش حمد الله أنه إلى 65% من لا بوبولاسيون اللي ديتها أو العينة اللي ديتها، حمد الله أنه عوامل الأمن وعوامل يعني الحماية كانت موجودة عندهم، بحيث أنهم ما يخرجوش الأسرار تاع البيت إلى الإنترنت، وما يمدوش ما يمدوش ليدونتيتي صح، يعني ما يمدوش كل خصائصهم في الابليكاسيون، يعني بالمرات يبليو تصور يعني خاصة تاع البيت تاع، يعني تغيرت الأمور أن بكري يعني واحد ما ياخذش التصويره تاع عائلته هكذا ويوريها لك، دروك يحطها في الفيسبوك، يعني الناس تغيرت. انا نظن باللي ماشي مليح ان الانسان مليح انه يحافظ على الخصوصيه هذه، ايه لانه سي ساكري كم حاجه مقدسه العائله وكامل. انا اذا لا بالنسبه لمعامل الامن هنا انا نقول على ماشي فقط صور، صور تقدر تكون يعني متداوله وحتى ولي الامر يشوفها هما يقول اي شيء، على الاخبار تاع المنزل مثلا تحركات وكي وقتاش رحنا وجينا واش راهو يدور في المنزل، حتى الامور الماديه تاع المنزل، يعني من خلال الاستبيانات اللي وزعناهم شفنا انه عديد المراهقين اللي ما بين هذ 12 16 سنه ما يمدوش المعلومات، وكذلك ما منوش المعلومات تاع الاخرين بالضبط. خاصه فيما يخص لي بسيدو هذوك اللي حطوهم المستعملين، هل هو صح انثى او ذكر او هو صغير او هو كبير، فهذا الريبه او يعني عدم التصديق معليش انا بالنسبه لي عامل امن، يعني هو عامل صحي يحمي المراهق يحميه، في حين أنه الإدمان كذلك الآن هما 6 ساعات يوميا متواصلة هو المعيار العالمي للإدمان بزاف كان كثير، يعني كل 6 ساعات هذه بالنسبة لي عمرهم من 16 فما فوق، ناخذوا الفئة الأصغر يقولوا من 4 ساعات، يعني 4 ساعات متواصلة كذلك، هذه اللي تؤدي إلى الإدمان بالزبط. الإدمان هو وقتاش نعرف طفلي باللي هو مدمن الإنترنت، نعرفوا مدمن الانترنت بالعلامة الأولى هو أنه ما يقدرش يعني كي تسكوب الانترنت ولا ما يكونش مدي بي في الدار ما يقدرش يؤدي تصير حياته اليومية بطريقة بطريقة عادية بالضبط. يعني بكري كانت كي تروح تريزيتي في الدار شغل تلفنا هكذا، دروك تكون الانترنت يخلص رصيد الانترنت ولا يقعد وكأنه نقصته حاجة بالضبط. يقعد يدور يدور يعاود يجي يسألك نفس السؤال وقتاش حتخلص الانترنت وقتاش راح تعاود ترد لنا الانترنت. أستاذ لابري أنا حبيت نتنقل لك، علاش
شخصنا مع استاذ محرز خان. انا حبيت انت ترجع شويه الروح للاولياء، اطمنهم شويه، نتكلموا على فوائد الانترنت وخاصه في التعليم، يعني كيفاش يقدروا يستفادوا من الانترنت باش نفهموهم باللي احنا ماناش هنا باش نقولوا لهم ما كان له الانترنت يا اخي حبسوا الانترنت لاولادكم، لا لا بالعكس، كابوس هذا غول، كابوس مصيبه كبيره. مليح انهم يردوا بالهم كما قالت الاستاذه محرز خان، العوامل الامنيه وكمان انك تراقب وليدك واش راه يدير، كونترول بارونتال، جميل. ولكن ماذا بينا نتكلموا على فوائد الانترنت في لارشيرش، يعني في البحوث في كامل الاطفال، باش ترجع لهم شويه الروح الوالدين. شوف السي يزيد، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على الجميع. مرحبا. شوف وحنا نتكلموا والدكتورة تعطينا في هذه التحاليل انطلاقا من البحوث اللي دارتها وهي تحضر في الدكتورة، الله يبارك. الله يبارك، جميل جميل. وانا جاتني هكذا بقي نتذكر في بعض الحاجات الاشياء. شوف في ليلة الانتقال الى القرن الواحد وعشرين، لو بوك دو لون 2000، لو بوك دو لون 2000 كان فيه واحد اللقاش اجتماع جابوا فلاسفة علماء راح الدنيا تحبس، واحد 15 ولا 20 واحد متلايمين. شفالة لا، يقول سؤال من بين الأسئلة، سؤال مهم، قال يا جماعة قولوا لنا ما هو أعظم وأكبر وأضخم اختراع حدث في القرن اللي رايح يروح، يعني القرن العشرين. ف يعني كلهم اتفقوا أجمعوا على أن الانترنت، لا قبل من الانترنت، قالوا البورتابل، التليفون، تليفون بورتابل، سيتا اسمه اورديناتور صغير. بكري كنا نخرجوا من الدار حنايا، واحد يعيط لك في الفيكس حتى تعاود ترجع. هذاك قالوا ما فيش اختراع اعظم من سهل الحياه، سهل الحياه، واعطوا امثله وبقاو واحد زوج سوايع وهم يعطوا في الفوائد تاع البورتابل. البورتابل اليوم اصبح هم يحبوا البورتابل، ولادنا تنحي لهم البورتابل. البورتابل اليوم اصبح وسيله تاع الانترنت، تستعمل خلاص تليفون انتليجون دركا، الهواتف الذكيه، طيب اذا الانترنت هذا فرض نفسه ودخل. ففوائد الانترنت عظيمه، بالضبط عظيمه جدا، نلخصها في ثلاث حاجات فقط، ما فيش ما نطوش كثير. اولا الزمن، لو طون رجعوا قصير جدا، بالضبط. المكان، واحد في أستراليا تشعل الكاميرا تهدر معه وشراك لباس بكير المكان يصبح يعني كان حلم بك. ثالثا الاتصال، بالضبط. وأخيرا الحصول على المعلومة، هذا على المعلومة، هذا هو المهم والأهم لأولادنا، يعني إذن هذا الشيء عظيم. بالضبط. وما يخفاش أن العلم، العلم في, 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 في الأصل عندما يكون اكتشاف علمي يكون من أجل تسهيل الحياة تاع المواطنين، تاع الإنسان. ولكن دائما دائما كاين يسميوه لا 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 كيف يسميوه لا فاس كاشي لا لا بيان سور بيان سور يعني لا فاس تشوف لو كوتي كور، كاين كوتي جاردان كوتي كور، هذاك الكوتي كور هذاك اللي شويه ردوا بالنا عليه، الجانب السلبي، هناك دائما سلبيه. هو اول جانب سلبي اللي تكرمت فيه الاستاذه وقالته هو الادمان، يعني وليدك يولي انت تهضر معاه يقول لك ايه ايه هو راهو مشغول، يعني الادمان هو اول شيء، يعني من بعد يولي الخطر انه اي واحد يقدر يتصل به. السلبيات تنتج طبيعيا، يعني بالضبط تجي السلبيات، بالضبط، هذه ما فيهاش. ولهذا يقول حافظ ابراهيم والعلم ان لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطيه الاخفاق، يعني الاخفاق اصبح مضر. بالضبط بالضبط. واحنا كذلك وانا نتذكر لما احنا كنا في وقتنا ما كانش كاين هذا الانترنت وما كانش البورتابل، وكنا شباب، كنا اطفال وكنا شباب، ولكن كانت وسائل اخرى للماس ميديا، وكانت وسائل اخرى ما تشبهش للانترنت، ولكن كانت كذلك فيها منافع وفيها اضرار. بالضبط. حتى الكتاب نفسه احنا كنا نقراه، ولكن الكتاب كانوا يقولوا لنا حذاري، هناك الكتاب النافع وهناك الكتاب الضار. بالضبط. هناك الكتاب الذي يحمل قيم، يحمل معلومات، ثقافة واسعة عامة عالمية، ولكن هناك كتاب يحمل أفكار سامة فيها غسل الدماغ، بضبط، فيها غزو، كانوا يسميوه ذاك الوقت الغزو الثقافي، حذاري. ثم بالمرات
وبالمرات ما تفيق لهاش يعني تكون ديسيمي. نعم ديسيمولي. نعم التلفزيون، ما اللي ظهر التلفزيون كانت فيها واحد قالوا لا بارابول ما نهضروش لا بارابول وصارت ضجه كبيره في وسط العائلات. صح صح التلفزيون راه يلهد الاولاد وراه بدون كذا بعد لا بارابول ولا بليزيور شان فتحنا على العالم يعني هذه الامور تاع الاختراعات العلميه. احنا اليوم رانا في العولمه وما نجمش نهرب منها، لابد من معايشتها ومن مسايرتها، ولكن لازم ردوا بالنا بطرق، لازم ردوا بالنا. وانا اقول بان الاولياء دورهم في العالم باسره ماهوش غير في الجزائر، كنا نتكلموا على بلادنا، راهم عندهم ان ديفي تحدي كبير بيه. ولهذا الأولياء ربي معهم، الوقت تغير ربي معنا، حتى أنا حتى ولو ولادي كبروا شوية لكن أنا جد كذلك وعندي ولاد ولادي ومزلت يعني نهتم بهم شوية، وبالتالي يعني مسؤولية خطيرة وخطيرة جدا. فما المطلوب من الأولياء؟ شوف إذا كان طفل حتى 17 سنة تروح تكونتروليه أنت باش تغلق له اسمه 17 تاع 2017 17 طفل آخر طفل العصر، ويقول لك لا تربوا أبناءكم مثل تربيتكم إنهم خلقوا لعصر غير عصركم. يلزم كذا حتى الطفل ما نجمش نمنع الطفل نقول له ما تستعملش تعايش، ولكن هذا التعايش لازم يكون بحكمة وبمجهود كبير، وما نغفلش نبقى دائما وراء أبنائنا. واحسن طريقه، شوف ما كاينش اللي يقول لك كاين، راهي انا الدكتوره استاذه ودارت بحوث باش يقول لك كاين حلول، يعني هاي يعني ريسيت بور ايفيتي لو دونجي ا نوز انفون، يعني باش ولادنا نمنعوهم من الخطر، يا با دو ريسيت هكذا دوني. وانما احسن شيء هو الحوار، اذا استطعنا ان نتحاور مع ابنائنا ونقنعهم بان هذا اذا كان فيه ادمان، واش معناه ما نستعملوش الانترنت، انا اوصي باستعمال الانترنت، لان بعد رايحين نكونوا جيل في المستقبل اللي يكون طريزا اريري بارابور الاجيال الاخرى. لا بالضبط، لازم نكونوا على باج، احنا ما حبيناش الادمان. فوالا الادمان، حذاري من الادمان، ولكن الادمان مش بلو كونترول. هذا واش تعيا تراقب، واش تعيا تراقب، قدش المراقبه الشديده ماذا توليد؟ لن تردي الرغبة في المحرم والممنوع. هذا موضوع الرغبة في المحرم والممنوع. بالضبط. كل شيء ممنوع وكل شيء محرم، تلقى الطفل يروح يديره بخلسة وبطرق لا يحمد عقباه. وبالتالي لابد من الإقناع إن استطع، كل ما استطعنا من الإقناع، يا ابني معليش دير ساعة ما تديرش 10 سوايع، لأنه فيه الدرس وهذا يدي لك وقت وكذا، ومعاه معاه معاه افيك لونديرونس pour sauver les meubles pour limiter les dégâts. نتكلمتها بالفرنساويه يعني باش ما نطولش كثير، لانه لازم نكونوا نتكلموا بالملموس. بينما في المدرسه باختصار جدا لا يختلف اثنان في ان الاعلام الالي في فوائد المدرسه، في فوائد كثيره، فوائد من الناحيه الاداريه، الاداره اصبحت تسهل للتلميذ، خاطر الإدارة لصالح التلميذ، صبحت تسهل عليه العملية التعليمية والتربوية. نعطيك مثال بسيط، تروح لابيبلوتيك تلقى الإنترنت، الطفل جاي يحوس على كتاب مكتبة قوجة مكتبة، يضرب هكذا يقول له راه رقم كذا روح يجيبه. بالضبط التلميذ راه يستفاد. هذا يعني من حيث التسيير الإداري، وحتى يعني من حيث التسيير البيداغوجي كذلك يكون فيه عمل بالتنسيق مع المعلم، مع الأستاذ أو مع المساعد التربوي. يجوا للمكتبة أو المكتب تاع الإنترنت ويبحثوا في أمور وكذا، وفيه فوائد والتعامل مع الإنترنت. شو واحد الوقت يا سي يزيد والله فكرتني تراك رجعتني لسنوات الوراء، مشكور والله مشكور. شوف نقول لك واحد العام هذه قديمة، على بالك عندها 20 ولا 25 سنة، ما كان كاين لا هذا الإنترنت لا البورتال. شوفها أنا ندور على الأقسام، هم يعرفوني كامل اللي يخدموا معايا، نظل ندور على الاقسام، شوف نعيش العمليه التربويه بكل تواضع. ندخل نلقى استاذ تاع اللغه الفرنسويه، واش يدير؟ الدرس تاعو واش؟ لو تيليفون. ذاك الوقت عندنا 30 سنه، شكون اللي عنده تيليفون؟
قليل، حنا في مدينه شويه صغيره وكذا، يعني قليل اللي عنده تليفون في الدار. قليل قليل. تليفون فيكس هذاك الفيكس، والله قليل يعني. لا نابلس نورمال. يعني كانت حاجه. ما كاش، ويقول لهم هاولوا التليفون كذا وانت خطوري وش كذا وكيف نستعملوه لو فيل وماني. جيت لي انا دخلت بهكذا، قلت له يا شيخ، قال لي واش؟ قلت له انا عندي في البيرو تليفون. اها. قلت له خليني نسالهم، قلت لهم شكون اللي عنده تليفون في الدار في البيت؟ واحد ولا زوج نسيت ولا ما كاش قليل. قلت لهم شكون اللي تكلم في التليفون؟ ولا واحد ما عدا، قلت لك واحد ولا واحد عمره في حياته، وحنا رانا في المتوسط لا تكلم وحكم لاباري وتكلم في التليفون. سبحان الله. قلت له مالا الان ابعث لي نص القسم ومن بعد نزيدوا نص القسم ويجوا ونتكلموا وانا نعيط ولا عنده رقم تاع خاله ولا عمته ويتكلم في التليفون. شوف يعني رجعت للبراتيك يعني. إيه ولكن لابد من استعمال، خليه يمس، خليه يشوف حاجه ملموسه يعني. تفضل. جميل جميل جميل. شكرا شكرا شكرا. عماد مرحبا بك، مرحبا بك. حبيتك لو كان تكلمنا شويه على التجربه نتاعك في هذا الباب هذا، يا هل ترى انت من المدمنين ولا كيفاش تعايش مع الانترنت في الوسط يعني في الانترنت حاجه ولات مطلوبه. ايه وانت انت كيفاش تتعامل مع الانترنت؟ تعامل معه ماشي بادمان خويا يا زيد، عندي وقت نستعمل فيها الانترنت ماشي يعني اجور ولا يعني. ودرك برك ولا فات وقت وين كنت تستعمل الانترنت يعني؟ سي فات الوقت اللي كنت نستعمل فيه الانترنت بزاف. كنت مدمن شويه يعني من بعد؟ مدمن نعم. من بعد اسكو وحدك تكاكيت ولا الوالدين تاعك ولا كيفاش يعني باش خرجت من هذاك الادمان يعني؟ بعد وحدي تكاكيت خويا ياسر. والديك كيفاش كانوا يشوفوا هذاك الشيء؟ يعني كنت مدمن كيفاش يعني، في الاورديناتور ولا في التليفون ولا كيفاش؟ في الاورديناتور، في اللابتوب. نعم في اللابتوب يعني دائما في الليل تكونيكتي، تروح اليوتيوب، تروح فيسبوك، تروح كذا، تهضر مع اصحابك، تهضر حتى شحال كنت تقعد من الساعه؟ حتى 11 تاع الليل 12، ومن بعد مع الصباح ما نقدرش نوض. ما تقدرش تنوض. والديك واش كان رد فعلهم في هذاك الوقت؟ كانوا دائما يتبعوني، يقولوا لي بزاف تدخل ديجار وطار بزاف. يقول لك عينيك على عينيك، عينيك يقول لك بزاف عفايس. معليش نسقسيه برك، تفضلي. اسكو انت يا وقتاش قلت نحبس يعني، اسكو اثر على قرايتك ولا لا؟ ولا ما على باليش اسكو راك تقرا ولا تخدم ولا؟ سي كي اثر لي على الخدمه، انا نخدم على كل حال، تسمى كي اثر لي على الخدمه وليت كنوض مع الصباح ما نحسش روحي اليز، باسكو علاش برديت بزاف الوقت في الليل ما نقدرش نكون نخدم اليز لا جورني تاعي، امبوسيبل تكون بيان. نوض عيان، تنوض نوض عيان. يعني لي نورون تاعو يكون نورمال باش تكون بيان. تري بيان تري بيان. احنا ماذا بينا الاطفال باعانه والديهم ولا المربيين تاعهم ولا بالمام، اذا كان فيه ادمان في وقت ما مليح انه الانسان يراجع نفسه. والاولياء ردوا بالكم على اولادكم، ما تخلوهمش ساعات طويله في الانترنت وكامل. هي ولكن معليش ندخل، تفضلي هي كاين بعض التعليمات يعني حتى بالنسبه للاولياء، هذه نوجهها مباشره. خلاصه البحث تاعي اللي عملته هو انه الطفل اولا لازم عندما يكونكتي كيكون يتواصل في الانترنت تكون في منطقه مفتوحه في المنزل. بالضبط. ماشي في الغرف، في البيت تاعو وحده. كذلك يكون وقت النوم وقت مقدس، قال على 10 ترقد سيك ترقد، تروح تغلق المودام. بالضبط. خلاص لازم بالضبط. يروح يرقد. في اوقات الامتحانات ما تخليهش يكونكتي الطفل، لازم وتعمل له هذوك ساعتين ولا ثلاثه اللي كونكتي فيهم في الوقت مثلا تاع نهايه الاسبوع، ماشي في ايام الاسبوع اللي راهو يدرس فيها ما يكونكتيش ثاني، من الاحسن يكونكتي في عطله في نهايه الاسبوع ولا العطل الاخرى. بالضبط. وثاني القاعده الذهبيه، لان دائما رانا نقولوا لا ريغل دوغ في اخر كل موضوع، القاعده الذهبيه هنا ان المرافقه ماشي المراقبة، التعسفية المرافقة. بالضبط. إذا وليدي عنده كونت تاع الفيسبوك أنا تاني ندير كونت تاع الفيسبوك. يبلوكي إذا هو لا يعني كاين عدة طرق يعني كيفاش أنا باش لا ما تعملوش أنت انتقادات ردعية ولا تعسفية حتى يبلوكيك. بالضبط. ما تخليش حتى يوصل يبلوكيك. نعود توجور نبعث له يبعث لي ندخل في اللعب تاعو. إذا مثلا الأستاذة قالت نعطي له وقت باش يكونيكتي، نعطي له وقت. بالضبط. يعني يحس خاطرش كاين بعض يقول لك ما نعطيلوش تماما. لا هذا يدخل في اطار تري سامبل، لا افراط ولا تفريط. ما تقدرش توقف لا افراط ولا تفريط. بالضبط. خير بالضبط. الامور اوسطها في الوسط. بالضبط. والوسطي حتى الدين تاعنا مبني على الوسطي. شكرا
إذا يا أولياء رافقوا أطفالكم اللي هم أولادنا وراهم تحت جناحنا، وكما قالت الأستاذة الإنترنت مليح مع الطفل أنه يكون في مكان عام، يعني ما يكونش في الشومبر نتاعو، يكون في مكان اللي تشوفوه كامل، وما لازمش يكون يكتب بزاف أثناء الامتحانات وفي أيام الأسبوع نقصوا له ثاني كذلك، ولازم ترافقوهم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحصة هذه، وممكن تراسلونا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق لا ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة.